السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم في المحاضرة الرابعة لتكملة لجزئية في المحاضرة الثالثة. طبعاً كان موضوعنا في المحاضرة السابقة اللي هو الفينول and alcohols. تكملة لجزئية الفينول، طبعاً الفينول تبع مركبات أروماتية، المجموعة الروماتية اللي هي مجموعة الهيدروكسيل. طبعا زي ما احنا شايفين يا شباب انه مجموعه الهيدروكسيل متصله مباشره بحلقه البنزين، اتاتش دايركتلي. لاحظوا اللي هي مجموعه الهيدروكسيل اتاتش دايركتلي والبنزين رينج. هذه المركبات نسموها فينولز. هذا المركب ممكن نسميه فينول او هيدروكسي بنزين. هناخد أمثلة بسيطة جدا على الفينولات اللي هي التي تحتوي على مجموعتين هيدروكسيل، مثل الريسو سينول. الريسو سينول اللي هو موجود في واحد وثلاثة مجموعتين هيدروكسيل. أما في حالة وجود مجموعة أخرى مثل مجموعة الميثايل في الفينول، طبعا هذا في البوزيشن كما اسلفنا في المحاضره السابقه اللي هو في الاورثو، هذا في الميتا، هذا في البارا، هذا بنسموه اورثو كريزول. اورثو كريزول، ميتا كريزول، بارا كريزول، او ممكن نسميه بطريقه اخرى، ممكن نسميه بطريقه اخرى ميثايل كريزول وهكذا، لكن الاسم الشائع اللي هو ايه؟ كريزول فقط. هذه العملية بسيطة فقط تتلخص فيها اللي هي ليش الفينولات. طيب الآن ننتقل على الجزئية الأخرى وهي الألدهايدز أند كيتونز. الألدهايدز أند كيتون، يعني الألدهايدات والكيتونات. طبعا اللي متابع معي هذا الموضوع موجود في الكتاب تقريبا صفحة 1072. طبعا لا غنى عن الكتاب يا أعزائي، لأنه هناك في بعض النقاط أنا لم أقوم بشرحها، ولكن أعطيت مثال، فأرجو منكم أن يكون الكتاب كمرجع لكم بحيث أن تكون العملية التعليمية متكاملة جدا. الألدهايد أند كيتون، طبعا الألدهايدات والكيتون المجموعة الوظيفية والفانكشن جروب لها الكربونات هذا الشيء. كربونايد جروب. طيب ممكن هذه الكربونايد جروب بهذا الشكل وبهذا الشكل، اذا كانت فيها بعض الهيدروجين، في هذه الحاله بسموها كيتونات، وفي هذه الحاله بسموها الدهايدات. طبعا هذا الدهايد، الدهايد، وهذا كيتون. تمام، سموها كربونايد أجروب. كربونايد أجروب. الألدهايدات طبعا ممكن يكون عندي أليفاتيك ألدهايد. أليفاتيك، طبعا أليفاتيك مثالها R C double bond H، هذا أليفاتيك. أليفاتيك ألدهايد. في عندنا اللي هو أروماتيك ألدهايد، يعني يكون في حلقة AR C double bond H، هذا أروماتيك. وفي عندنا اللي هو الفاتيك كيتون. الفاتيك كيتون، هناخد أمثلة في كل حالة. وفي عندنا اللي هو إيه؟ أروماتيك كيتون. أروماتيك كيتون AR. أو ممكن يكون مختلط اللي هو ميكس كيتون. ميكس كيتون يعني يجمع بين الإلفاتي والأروماتي. ميكس كيتون فور اكزامبل اللي هي AR double bond R. إذن أعيد، المجموعة الوظيفية للألدهايدات والكيتونات اللي هي مجموعة الكربونات، إذا أجد فيها H تصير ألدهايد، بدون H طبعا مجموعتين R هنا تسمى كيتون. ممكن نقول عنها أليفاتيك ألدهايد، أروماتيك ألدهايد، أليفاتيك كيتون، أليفاتيك، تمام؟
عندنا أروماتيك اللي مجموعتين أروماتيتين، وعندنا إيه زي ما إحنا شايفين أروماتيك ألف ناتيل. هذه اللي هي بعض التصنيفات. طيب تمام، كيف يتم تسمية الأبهجات والكيكونات؟ The molecular according to the IUPAC name، يعني التسمية حسب الأيوبر. ناخذ الجزء الأول بالنسبة للألدهايد، بالنسبة للألدهايد طبعا السيركل R C double bond H ألدهايد، تمام؟ هذا ألدهايد. طيب العملية بسيطة جدا، طبعا الأيوبر بسيط جدا وسهل جدا، في هناك common names يعني أسماء شائعة، وفي هناك برضو ايه اسماء حسب الايوبات. الالدهايدز طبعا الكان زائد ال، الكان زائد ال، الكانال، الكانال يعني اتش سي، اتش. طيب نيجي كم ذره كربون في الالكان؟ واحده. ميثان ايه؟ يلا معي ميثانال، 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 تمام. اذا هذا نسميه او نطلق عليه ايش؟ ميثانال، واسمه الشائع اللي هو فورمالدهايد، يسموه فورمالدهايد، فورمالدهايد. طبعا الفورمالدهايد كلكم عارفينه، يستخدم في المختبرات الطبيه لحفظ العينات التشريحيه. طبعا الفورمالدهايد عارفينه، وهو ابسط انواع الالدهايدات، يستخدم في حفظ العينات من التلف. نيجي لواحد ثاني سي اتش 3 سي دبل بون اتش، يلا سموا معي. طبعا التلقين من هنا دائما عند المجموعة الوظيفية، ايش ممكن نسميه؟ كم ذرة كربون يا شباب؟ تنتين. ايش المقابل بالالكان في الاثنين؟ ايثانال، ايثانال. طبعا اسمه الشائع اسيتال هاي، اسيتال هاي، تمام. طب بدنا نفترض على سبيل المثال لو انتوا شاطرين، واكيد انتوا شاطرين، سمونا هذا المواد 1 2 3 4 5 6، تمام؟ دبل بون اتش، تمام؟ سي اتش 3، تمام. ايش ممكن نسميه يا شباب؟ يلا نعطيكم فرصه لمده ثانيتين، خلينا 5 ثواني. ماذا نسمي هذا المركب؟ طبعا هنا 1 2 3 4 5. طبعا هنا في خطأ، في طلاب ما تحسب مجموعة الوظيفية، لا الترقيم يبدأ من عندها بالباقي. ايوه ايوه من إدارة الكربون 1 2 3 4 5 6. المذر هيكسا، هيكسا، تمام. في عندنا مجموعة ميثايل، إذا الأمر صار سهل. 3 ميثايل، قديش؟ هيكسانال، هيكسانال. شايفين الأمر ما أبسطه والأمر بسيط جدا جد، تمام. إذا هذه أبسط الألدهايدات وكيفية طريقة تسميتها. طبعا أعطيكم مثال لكم عشان تحلوه في البيت كويس. بعد شوي هنطرح ملاحظة، 1 2 3 4 5 6 7 دبل بون اتش 1 سي اتش 3 سي اتش 3. طبعا حاولوا انتم ايش تسموا لي هذا المركب، حاولوا انتم ايش تسموا لي هذا
المهم طيب هذا للألدهايد الإليفاتي. طيب إيش رأيكم نأخذ ألدهايد أروماتي وإليفاتي؟ يعني هذه الصورة طبعا نأخذ الكتاب بسيط جدا طبعا هذا اسمه بنزل دهايد يسمى البنزل دهايد وهو تقريبا زي ريش كلوز المر بنزل دهايد طبعا ممكن نحن ناخذ مركب اروماتي كويس خدنا هايو بنزل دهايد اذا عندنا اليفاتي وعندنا اليفاتي اروماتي هذا كل ما يتعلق بالألدهايد. ننتقل على النقطة الثانية وهي بسيطة يعني مش صعوبة فائقة أمور بسيطة إن شاء الله اللي هو الكيتونات. طبعا الكيتونات بسيطة مجموعة وظيفية كربونات قد يكون عندي كيتون إليفاتي سي دبل 1 سي اتش هذا إليفاتي ممكن يكون عندي كيتون أروماتي وإليفاتي مع بعض سي دبل 1 سي اتش 3 ممكن يكون عندي كيتون أروماتي. طيب دعونا من التسمية الآن هذه المركبات عشان نعطيكم القاعدة الأساسية لتسمية الكيتونات. تسمية الكيتونات بسيطة جدا، الكان زائد أون الكانون الكان زائد أون عشان نكون واضحين بعد ما نخلص هنجمع كل التسمية للأيوبات للمركبات العضوية في سطر واحد. طيب ليش نسمي هذا؟ هذا ممكن نسميه كالتالي. هذا له اسم شائع أسيتون. أسيتون. أو ممكن نسميه 2-بروبانون. مثل بروبانون أسيتون طبعا الأمثلة هذه كلها موجودة بالأسئلة في صفحة 1073 1073 تمام هذا المركب اسمه الشائع أسيتوفينون أسيتو لأنه مجموعة أسيتو فينون أو ممكن نسميه بالأيوبات ميثايل فينايل كيتون الميثايل فينايل كيتون ميثايل فينايل كيتون هذا اسمه الشائع بنزوفينون او داي فينايل كيتون ناخذ واحد في اكثر من مجموعه ونشوف كيف طريقه التسميه 1 2 3 4 5 ناخذ تقريبا 6 إذا صارت 1 2 3 4 5 6 تمام أي هام أوك هام سي اتش بي طبعا من وين يا شاطرين يبدأ الترقيم؟ يبدأ الترقيم من الطرف الأقرب طبعا شوف مع بعض كيف نسميه 1 2 3 4 5 6 في عندي هنا مجموعة نقول 4 ميثايل طيب وين جاية مجموعة اللي هي كربونايد موجودة في 3 موجودة معهم في 3 قديش؟ هكسانون 3 ايش؟
هكسا، ثلاثة هكسا. نعم. تمام؟ الآن أصبحت التسمية واضحة لديكم اللي هي بهذا الشكل. طيب. نقطة أخيرة في اللي هي الألدهايدات والكيتونات، ألا وهي أن مجموعة الكربوناي مجموعة نشطة، لذلك تعتبر المركبات الألدهايدات اللي هي الألدهايدات والكيتونات مركبات أكتف، مركبات نشطة كيميائية. هذا كل ما يتعلق بكل من الألدهايدات والكيتونات. تمام. الأمر أصبح واضح، أصبح عندنا التسمية. أعيد كمان مرة، كمان مرة عشان اللي فاتوا الانتباه نشوف عشان ما يغلطش في التسمية. طبعا عندنا بالنسبة للكحولات، بالنسبة للكحولات اللي هي فيها مجموعة الهيدروكسيل الكان زائد ايش قلنا؟ الكان اول 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 الكان اول اول تمام؟ الالدهايدز قلنا الكان زائد ال تمام؟ الكيتونات الكان زائد اون. هناخذ بعد شوي حموض الكربوكسيليه، كربوكسيليك اسيد الكان زائد بي الكان. تمام؟ هيك انت بتجمل مجموعاتك الوظيفيه والتسميه في اقل من سطر واحد. تمام. نمسح عشان ننتقل الى نقطه اخرى، وهي نقطة بسيطة جدا مش صعبة، الأمور فيها بتكون سهلة ومبسطة. هذا الموضوع طبعا احنا بنشرح بري بريفلي ميثود، يعني بطريقة مختصرة جدا، اللي هي الأمينز. أمينز طبعا عندنا الأمينز الأمينة. تمام. طبعا الامينات مركبات مجموعه لها ان اتش 2، ممكن تكون ذره او ذرتين او كذا. من وين مشتق الامينات يا شباب؟ مشتقه من الان اتش 2. ممكن نحن نعمل سبستيتيوشن، ممكن نحن نعمل سبستيتيوشن لذرات الاتش كلها، يعني نعمل استبدال لذرات الاتش بايش؟ مجموعات اخرى، قد تكون مجموعات اللي هي الليفاتيه وقد تكون مجموعات اروماتيه. على سبيل المثال هاي الامونيا، زي ما انتم شايفين الامونيا فيها كم ذره هيدروجين؟ ثلاثه. ممكن نستبدل يا شباب ثلاث ذرات كل من هذول، او ممكن نستبدل ذره او بذرتين. مثلا ار ان اتش 2 ار ار 2 ان اتش أو R3 N. هنشوف كيف العملية. هل بنقول عنه برايمري سكندري ليش العملية؟ تمام؟ في هذا المثال بقول R N H H. تمام؟ هنا R N R H. هنا طبعا N 3 R. أمين أولي ثانوي ثالثي تمام. الأمينات طبعا مركبات لها رائحة هيك بالضبط، زي ريحة السمك، السمك هذا تبع النفسيج. أي نعم، لها رائحة مفردة نوعا ما. تمام. هذه الأمينات الإليفاتية، الأمينات الإليفاتية. في أمينات أروماتية، يعني زي مثلا الأنيلين، هذا أمين أروماتي، أمين أروماتي ممكن أحط فيه مجموعة معينة،
NH2 واحط كلور بروم، ممكن هنا نسميه بارا كلورو انلين. طبعا اول ثاني وثالث ممكن انا استبدل كل الذرات، ممكن انا استبدل كل ذرات اللي هي ايش الهيدروجين الموجوده في NH. تمام. بالنسبه للتسميه بنحط كلمه امينو، كلمه امينو يا يعني اما كومن نيم او بالايوباك امينو. على سبيل المثال لو اجينا لاي مثال، يعني مثلا المثال الاول اللي اخذناه مثلا CH3NH2 ممكن نسميه بالايوباك ايش نقول عنه؟ امينو ميثان او ميثايل امين، يا اما امينو او ميثايل امين وهكذا. ممكن هذا CH3CH2NH2 ايش ممكن نسميه يا شباب؟ بنسميه ايثايل بالكومن نيم، ايثايل امين، ايثايل امين او امينو ايثان. طريقتين، طريقه بالايوه، طريقه ايش بالكومن نيم. طبعا هذا كل ما يخص اللي هو الامينات، موضوع سهل بسيط جدا ما في ادنى صعوبه. ننتقل على موضوع اخر وهو كربوكسيليك اسيدز، الحمض الكربوكسيلي، كربوكسيليك اسيدز، الحمض الكربوكسيلي، كربوكسيليك اسيدز اللي هي ايه؟ الحمض الكربوكسيلي. هنشوف مع بعض اللي هي كربوكسيليك اسيد. الفانكشن جروب فور كربوكسيليك اسيدز طبعا سي دبل بون او اتش، مجموعه كربوكسيل، مجموعه كربوكسيل او كربوكسيل بون. هذه المجموعه لها صفات خاصه جدا هنذكرها لاحقا ان شاء الله. الايو بات مين؟ الايو بات مين؟ طبعا الاسم الشائع وفي كومن نيمز تو ذكرناها اللي هي الكان زائد ويك، الكان ويك. طيب نشوف الان قد تكون فيها اريثاتي وقد يكون اروماتي. يعني مثلا اريثاتي ار سي دبل بون او اتش، هذا اريثاتي. اروماتي اي ار سي دبل بون او اتش، طبعا هيذكر لاحقا. نشوف كيف نسميها. طبعا ابسطها من فورميك اسيد، فورميك اسيد، اسيد اسيد، فورميك اسيد الى اخره. يعني ناخذ مثال بسيط جدا بهذا الشكل سي اتش 3 سي دبل بون او اتش. طبعا كم؟ اثنين. الالكان الاثنين مث اف ايثان ويك اسيد، ايثان ويك اسيد، ايثان ويك اسيد، وضحت الفكره؟ ايثان ويك اسيد. طيب تمام. الاسم شائع معروف هنا كثير بنستعمله اللي هو الخل او بسموه اسيتيك اسيد. تمام. مثال على الاروماتي، هذا هو مثال على الاروماتي. تمام. نسميه بنزويك اسيد، بنزويك اسيد، بنزويك اسيد، حامض اللي هو البنزويك. تمام. لنفترض على سبيل المثال في عندنا طبعا اشياء كثيره في صفحه 1078، في عندنا طبعا الفينيجار، في عندنا سور ميلك، في عندنا اللي هو ماليك اسيد، لاكتيك اسيد، وسيتريك اسيد، والكوليك اسيد، والتركريك اسيد. طبعا هذول الحفظ طبعا. ماشي. نقطة معينة في هذه الأمور هنسمي كتل، هنحط مجموعة في الكحول.
في العموم. مثلا واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة. خلاص افترض بدنا أضع مثلا مجموعة معينة، مثلا CH2. ايش ممكن نسمي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. يلا سموا معي الاثنين، عفوا اثنين، ايش ممكن تسمي؟ يلا واحد، ليش تكتبوها رابطة؟ أربعة. مس اس بروك بيوت اثنين ميثايل بيوتانوك أسيد. مس اس بروك اثنين ميثايل بيوتانوك أسيد، تمام؟ لو حطينا برومو او اي مجموعه ممكن. ده نقطه مهمه جدا نشوفها مع بعض. هذه النقطه اللي هي طبعا موجوده في صفحه 1000، ركزوا على هذه النقطه 1076 ايزوموريك كاربوكسيليك اسيد. المشابهه أو الأيسومر في الكربوكسيليك. إذا ندقق في هذه النقطة نشوف كيف نعمل اللي هو الأيسومر. لنفترض على سبيل المثال، ركزوا معي، اللي هي الأيسومر، الأيسومر إن كربوكسيليك أسيد، تمام؟ لنفترض انا عندي هنا سؤال مثلا write the structure formula of each of the four carboxylic acids having the molecular formula of C كم؟ C 5 H 10 O 5، تمام؟ أول شغلة نعمل structure formula. أنا عندي خمس ضربات، شوف الأمر علمته أنا في المحاضرة اللي فاتت. الأمر بسيط جدا، ليس صعبا، عندنا خمس كربون. أول شيء دائما تفرد مركب، مركبة. زي الملفات اللي تكون في النت مربوطة على إيش؟ بنفتحها. تعمل اللي هي إيش؟ الستركشر فورمولا اللي زي ما سميتك إياها في المرة اللي فاتت، اللي هي إيه؟ الشبكة. الستركشر فورمولا شباب كالتالي. كم كربون عندي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كثيرا من الطلاب لا يستطيع أن يحول المركب من مولكيولا إلى ستركشر. طبعا هنا عنده أو، تمام، وبكمل إنه أسيد يعني خمسة. طيب الآن هاي دبل بوند أو، خلصنا من الأو، خلصنا من السي، شوف الأمر مأسهل تلقائي بيطلع عند الهيدروجين حتى لو ما عرفتش. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، يا سلام طلعت لحالها صح؟ بدون أدنى صعوبة، طلعت لحالها بدون أدنى صعوبة، اللي هو C5H10O. هذا مثل إف بروك بيوت بنتانويك أسيد. بنتانويك أسيد، تمام؟ اسمه بنتانويك اسيد. الان عملنا الصيغه الاولانيه اللي هي السري. الحين نعمل الايسومرز. نعمل الايسومرز. نعمل الايسومرز. نعمل اللي هي الايسومرز. تمام. واحد اثنين ثلاثه اربعه. دبل او اتش، تمام؟ وضع
مجموعة ميثايل في ذرة الكربون الثاني. هاي الأول. الثاني. تمام؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أو اتش، واحد، اثنين، الثالث، واحد، اثنين، ثلاثة، أو اتش، وهنا طبعا نسيب بين أيوه، بإمكانكم تسموا هذا المركب، يعني كلكم بتقدروا تسموا هذا المركب. هذا المركب ايش بنسميه يا شباب؟ ها يلا مع بعض، مع بعض يلا. طبعا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. نكتب اللون ثاني عشان يميز. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ايش ممكن هذا نسمي؟ نسمي كالتالي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. نسميه اثنين ميثايل مث اف جروب. ها ايش؟ لتنوي اسيد. اثنين ميثايل لتنوي اسيد. طيب الثاني، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. ثلاثة ميثايل لتنوي اسيد. ثلاثة ميثايل لتنوي اسيد. واحد، اثنين، ثلاثة. اوعى تغلطوا هذا، طبعا عندنا اثنتين ميثايل. بنقول في هذه الحالة داي ميثايل بروبانوي اسيد. داي ميثايل بروبانويك اسيد. طبعا هذا كل ما يتعلق بالامور اللي من حيث التسميه. ضل عندنا نقطه بسيطه جدا ومن ثم ننهي محاضرتنا هذا اليوم ان شاء الله، على امل ان احنا نواصل في المحاضرات القادمه. هذه النقطه في حاله اللي هي الحمض الكربوكسيلية الأروماتية. طبعا أخذنا مثال على الحموض الكربوكسيلية الأروماتية. أخذنا مثال على الحموض الكربوكسيلية الأروماتية. مثال عليها اللي هو مين؟ البنزويك أسيد. البنزويك أسيد. البنزويك أسيد. حامض إيه؟ البنزويك. البنزويك أسيد. طب لنفترض عندي أنا حمض كربوكسيلي أروماتي بنزويك أسيد وضعت فيه مجموعة الكلور، إيش بنقول عنه في هذه الشباب؟ بارا كلورو بنزويك أسيد. بارا كلورو بنزويك أسيد. طيب ممكن نضع فيه مجموعتين مثلا سي دبل بون أو اتش سي اتش 3. ممكن نضعها في هنا. شنو التقييم الدم؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. نقول اثنين أربعة داي، اثنين أربعة داي ميثايل بنزويك أسيد. اثنين أربعة داي ميثايل بنزويك أسيد. النقطة الأخيرة انتبهوا عليها وهي مهمة جدا. الآن طبعا مجموعة الكربوكسيل مجموعة مستقرة، وبالتالي يتكون روابط هيدروجينية. تبع سي دبل بون او اتش سي دبل بوند او اتش. ما هو الرابط الذي يربط بين الاكسجين والهيدروجين هنا؟ هاي الرابط، هاي الرابط هنا. هاي بتعمل ايش؟ اتش بوندينج. اتش بوندينج رابط هيدروجين. اتش بوندينج
إذا الحموض الكربوكسيلي قديش فيها تراوح هيدروجيني؟ 2، وبالتالي درجة غليانها مرتفعة أعلى من الكحولات. إذا the boiling point of carboxylic acid is more higher than alcohol. ليه؟ Why؟ لماذا درجة غليانها أعلى من الكحولات؟ لأنها بتكون 2 تراوح هيدروجيني، وبالتالي هذا يؤثر على ارتفاع درجة الغليان. ننتهي بهذه النقطة، وإن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى في محاضرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.